تاخدوا بعض انتوا الجوز وتطلعوا على بجاش المر وتقولوا له على اللي اتفقنا عليه بخصوص حدوته بدران. بخصوص حدوته مين؟ بدران. عايز الموضوع يخلص في اسرع وقت ممكن ومن غير نقطه دم واحده. من غير ايه؟ نقطه دم واحده. انا خدت صورتها من متر بدران وخدت سيرب. حلو. اطلع بقى على هناك واديهم له وهو هيتصرف. مش عايز حد منكم يتلطف فيها. احنا داخلين على مصلحه خطيره ومهمه ومش طالبه لمش. طمن عليك. سلام. سلام. يلا اتكلوا على الله. امسكوا ايدين بعضيكم وانتوا بتعدوا. صباح الخير يا خميس. كلك خير. انت بعت الزوز والمضني في حته؟ لا مصلحه صغيره ومش هيعوقوا. انت عايزهم بس عشان يبصصوك على الترتيبات اللي عملناها للسفريه. هنبص ولو ان بعديك يا خال ما ينفعش حد يبص. كان زمان بقى. عيب يا خال ده انت الاصل. قهوتك يا سيد المعلمين عملتها لك بايديا دول بميه ساقعه على نار هاديه لما خلاص استوت. طب خلاص شكرين روح انت اشوق. طب مش لازمك اي حاجه؟ مش لازمني حاجه اشوق. يوه نسيت اصبح على افندينا. صباح الفل. صباح الخير يا مرات الخال. ايه مش صبحتي؟ يلا بقى ورينا جمال خطوتك. انا قلت يعني يمكن يكون لازمكوا اكله بعينها ولا نفسكوا رايحه على حاجه حرشه ولا حاجه سمينه ترموا بيها عظمكوا. جرايه شو؟ ما تعملي اللي تعمليه. يوه هو انت يا اخوي على طول قافش عليا كده؟ شاهد يا سي خميس خالك على طول قاسي عليا كده يرضيك؟ يتوب علينا ربنا. يسمع منك يا رب. نسوان دلعها مرق. انت تحمد ربنا ان مراتك خارصه. كانت لازمك قوي يعني الجوازه دي يا خال. هي تبان كده انما هي والله غلبانه ومن كسره. ما هو باين انها من كسره. انا سمعت انها هجت من البيت بدل المره اتنين. بس بترجع. نعم. ربنا يكفيك شر ربطتك بحرمه. تعرفش يا اخي زي ما تكون عامله لي عمل. والله ساحة ما تسيب البيت احس ان روحي بتتسحب مني ما تعرفش ليه. طب اشرب القهوه. اشرب اشرب حاكم القهوه ما بتبرد بتصيص. يتوب علينا ربنا. هاتها جمال يا رب. يا حلاوتك منك له يا حلاوتك. افندينا رجع الملعب واطمنا على الكاس. كان بودينا ان احنا نقوم بالواجب دوت، لكن افندينا كان ليه راي تاني. اللي انت بتقول بقى يا كابتن. افندينا كوتش محترف وعارف مركز كل واحد فينا ايه. طول عمره ما يحبش الاحتياطي. قول له علم وينفذ. حصل. وقلنا له قبلك. سلام. سلام. مطني. نعم. عالجه احسن يعديك. ثانية رش مطهر بسرعة. ترجعت للبلاوي دي تاني؟ انت مال اهلك انت؟ يا براء انت كده هتموت نفسك. ده احنا ما صدقنا انك تبطل. ابطله؟ ما بطلوش. مالكيش فيه يا ابني. انا خايفه عليك. ما تبلي ريقه يا بت بكلمه حلوه. يمكن احس ان انا متجوز ولا حاجه بدل ما انت منشفاها علينا كده. يا بت ليني شويه. حن شوية. حرام عليك يا مطر. براء قريبا اخيرك يا ابني. انت تشمني ولا يا معلم؟ ترجعت تضرب تاني؟ انا ما بضربش يا معلم.
دول شوية زكام يعني عشان الشرب. عارف لو رجعت زي ما كنت أنا مش هدخلك مصحة ولا هدورك على عليك. أنا يا دوب هرميك بين الضريبة تبقى خدام القعدة بعد ما كنت المعلم. هو كله بكيفك يا معلم. أنا بعمل كده عشان أبلع اتفاقك مع الباشا وأعديلك موضوع أفندينا. ريته بكيف يا ابن النوح. أنا عارف إنه مش بكيفك يا حاج. ده كيف الباشا. ياض افهم افهم، إحنا مهما كنا كبار في الآخر قد كده قصاد ناس تانية. الناس دي علشان يسيبوك تاكل عيش لازم تبقى تحت طاحهم. يا دايرة كبيرة قوي، أكبر من الدنيا ذات نفسها. وعلى رأي المثل يا معلم، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، وده مش جديد عليك. المرة اللي فاتت حطيت ابنك تحت رجلين الكل وراح فيها، يا ترى المرة دي هتحط ابنك التاني تحت رجلين مين؟ ربنا ما خيبش ظني فيك يا بدران، وطلعت راجل بجد ورفعت راسي قدام أهلي وقدام الدنيا كلها. وحياتك يا قلبي هفضل العمر كله خدامة تحت رجليك، وابنك ولا بنتك لازم يطلعوا زيك، وهفضل طول عمري أحكي لهم عن شهامة ورجولة أبوهم، وأقول لهم ما يصدقوش كلمة واحدة وحشة تتقال عنك. بدران أنا بحبك قوي. وأنا كمان كنت بحبك قوي ولسه. ده أنا من كتر سعادتي عايز أتجوز تاني. وفي أحلى من الجواز؟ عارفة أنا من مكان هنا بنصح كل صاحب مكتب إنه يتجوز السكرتيرة بتاعته عشان يجيبوا موظفين صغيرين. يلا بقى انزلي عشان الناس زمانهم جهزوا مستنينك. ناس مين يا حبيبي؟ الزباين زمانهم على وصول، ومش معقول هيفضلوا مستنينك لحد ما تنزلي. ما انا فهمتك الزباين تقال مش عايزين اي حد يشوفهم عندي، وانا فهمتهم ان هبقى لوحدي. يلا بقى انزلي. طب يا حبيبي انا مش هعطلك اكتر من كده. يا ريت. لا اله الا الله. باي باي. محمد خرجت خلاص. Thank you.
يا اهلا وسهلا بسيد الناس. لا 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 اتفضل جوه يا معلم. وانا بقول لنفسي الدنيا زهزهت ولعلعت ونورت كده ليه؟ وبقول الكباريه منور بتشريفك يا معلم، وبسأل نفسي الكباريه منور ليه؟ اتاري المعلم النوح ماشي عليه. اتفضل نورت المكان يا معلم. ازيك يا بيضون؟ عايشين بحس اللي زيكم يا سيد الناس وعم العالم. شلبي أؤمرني. احلى ترابيزه على البست للمعلم النوح. حساب الترابيزه كلها على حساب المحل، اللي يؤمر بيه يفكر فيه دست منه تحت رجليه. الترابيزه الملوك المستكوف المستكانياصه لسيد المعلمين. لا انا مش جاي على الصهر. لا لا انا كده هزعل يا معلم. يبقى نجيب ازازه ونشربها نغب تشريفك لينا بالسلامه بالثلج والصودا واحلى مزه لسيد المعلمين. برضو لا لا زازة ولا يحزنون. أنا عايزك في كلمتين لوحدين يا ملط. جو يا شلبي. أنا ورا الباب لو عوزتني. مرني يا سيد الناس وعم العالم. ينفع اللي حصل لابني في محلك ده يا ملط؟ ينفع تبقى دي آخرتها؟ تصدق وتأمن بالله يا معلم؟ شبك ايدي في ايدك كده وتشبيكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا كنت بره المحل بقضي مصلحه، لما رجعت هنا حكولي واتاثرت، انما انا لو موجود كنت خدت حقه تالت ومتلت. ده مين؟ ده براء النوح ابن سيد الناس وعم الجمال كلهم. اسمع يا ملط، حق ابني انا ممكن اخده الليله، فاهم؟ الليله واللي حصل ده تضيع فيه رقاب، وفي غمضة عين كان ممكن أول محل ده يبقى كوم تراب قضاء وقدر، لكن إحنا في مركب واحدة والكل بتشعلق في عرقوب التاني. عشان كده أنا جايلك لغرض محدد. مرني يا سيد الناس وعم الجمال. اشوف الباشا. يا لهوي بالي عاللي بيجرالي لو عدى بس عليا، بتوه وبنسى معرفش حتى فين راسي من رجليا. تعالى تعالى في حضني، تعالى تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى تعالى في حضني، تعالى ما تيجي. تعالى بعدك قلبي في حالة. تعالى بقى ما تيجي بقى، تعالى بعدك قلبي. مش قادرة، دماغي هتفرقع. ايه برضو الصداع يا أبلة؟ ايوه يا اختي الصداع، ما بنامش خالص، هنا سهر لغاية الصبح، يا دوبك الحق انام لي ساعة ولا ساعتين في البيت واقوم اشوف اللي وراي، مش عارفة اعمل ايه. يلا نجري، هاتي لي كوباية قهوة ولا حاجة تصحصحني شوية. لحسن خميس ممكن يغير رأيه ويجي، عايزة ابقى مفوقة. وهي القهوة بتضيع الصداع يا أبلة؟ دي بتزوده وبتهلك الصحة على الفاضي. امال اعمل ايه يا ست الدكتور؟ تاخدي لك نص حباية من الأحمر ده هتوهوجي وتصهللي وتقفي دادابان زي الجندي في الميدان ولا تحسي بحاجة أبدا. خدي يا ستي. لا يا ماما ماليش في البلبعة. بلبعة إيه؟ أنت مفكراها حبوب هلوسة من بتاعة العيال دي؟ دي حبوب متجربة والكل ماشي بيها. هما الآلاتية اللي وراكي بيطبقوا بالليلتين إزاي؟ ما هم الأحمر دوت. جربي جربي، سمي ودوسي وعلى ضمانتي. هاتي يا منيلة. أيوة يا ستي دي هتخليكي فلة. بسرعة المية. عيني دي طعمها وحش قوي. وحش ايه يا ستي؟ دي حمرا وجميلة يا مانجا. انت يا حال الله يخرب بيتك. خمسة وطيري. الحقنا يا باشا الحقنا، احنا كده هيبتنا هتروح وسط الخلق وانا قافل بقي بمية جزمة عشان خاطر عيون سعادتك والامر اللي ماشي على رقبة الكل. اهدى بس يا نوح، اقعد. اهدى اهدى ازاي بس؟ والواد بيرجع لي كل يوم والتاني معاها من افندينا وانا ماشي جنب الحيط. يا باشا كافي خيري شري، بس برضه احنا كبار واللي بيحصل ده كتير. ابنك هو اللي بيجر الشكل يا نوح. الواد معذور يا باشا، محروق عشان ترى اخوه، ده انا ماسكه بالعافية. بس بقى افندينا هو اللي سايق فيها كل يوم والتاني يعوره
ومره يهزقوا وسط الخال وينقطوا. الله، ودي مش اصول يا باشا. عايز تسمع نصيحتي يا نوح؟ يا باشا نصيحتك خريطه نمشي عليها كلنا. ابعد ابنك عن خميس لو عايز تفضل كبير في السوق. هاي يا عمروتي. اهلا يا حبيبتي. سلمي على اونكلك نوح الاول. ازيك يا انكل؟ اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. الكوش دي فريده؟ شوف كبرت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. ايوه كده، خلي النهار يطلع والشمس تبان. يا ما شاء الله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. يا كان نفسنا نتعرف اكتر عشان البركه تزيد. اعزمي انكلك نوح على الحفله بتاعتي. لازم تيجي يا انكل. ان شاء الله. عمال الليله الكبيره يا بنتي. ان شاء الله. انا عايزك في حاجه. خلص كلام بس مع انكل نوح وبعدين نتكلم. يعني استناك هنا ولا اطلع اوضتي؟ شكلك خارجه. خلصي يومك وبعدين نتكلم بالليل. انا خارجه طول اليوم مع اصحابي. وانا بشوفك اصلا بيكلميني في التليفون طمنيني عليك. يبقى شد ودن ابنك يا نوح عشان يفهم. انا مش عايز شغب تاني، وما فهمش شد ودنه تاني. انا مش عايز اتدخل لغايه دلوقتي. هم يا رجاله، مش هنقعد طول النهار نرص بالكام كرتونه دول. يلا عايزين نوصل بالنهار. امن على الكراتين كويس يا مطر. حاضر. ها ممكن نطيرهم. عينيا. حاضر يا معلم. يلا شدوا حيلكم شويه. يلا يا رجاله مفيش وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا فندينا. هنشاور البضاعه اللي هنستلمها في الكراتين دي. امال ايه، دي كراتين متامنه واخر حلاوه. يعني لو قابلنا كمين في الطريق مش هيعترف في حاجه؟ الله. ايوه امال ايه. زوز هات كرتونه فرج يا فندينا. حاضر. اتفضل يا فندينا. الكرتونه دي طبقتين، طبقه فوق معسل وطبقه اللي تحت معسل، وفي النص هنشون البضاعه. يعني اللي هيفتش مش هيلاقي غير معسل وبس، وده شغلنا يعني في السليم. يعني لو جه ظابط رخم رخم وقام عامل كده البضاعه بتاعتنا اتكشفت وعليها المعسل بتاعنا. يعني لبسينها لبسينها. الله عليك يا معلمي. خليك في شغلك. هلا يا فندينا، دي عمليه متجربه قبل كده كذا مره وعدت. مش كل مره تسلم الجره يا خال، لازم يكون في فكر جديد. لازم الحكومه بقى عندها حاجات حديثه، لازم احنا كمان يبقى عندنا فكر حديث. صح. مار يعني مثلا مثلا بطني. نعم. لا لا استنى، الشغلانه دي عايزه واحد نبيه، عايزه واحد يلقطها كده ذكي. بص يا زوز. قومر في الدين. هتحل الصاجه دي بتاعت ارضيه الصندوق وهتحط لي صاجه تانية تحت، وفوق منها ترص البضاعه، وفوق منيهم تحط صاجه تانية انما دبل ومن غير مسامير. هتمسك ازاي من غير مسامير يا فندينا؟ اتقل يا خال، اتقل عشان تاخد شغل نظيف. هتتحط كابس يعني كابس، لاني احط ارضيه الصندوق الاصلانيه واربطها بقى بالمسامير. فهمت يا زوز؟ لا مش فاهم. انا بقى فهمت. لا حول ولا قوه الا بالله. محيرني انتوا الجوز. والكراتين تبقى فوق زي ما هي، انما فيها معسل وبس. برنس يا معلمي. خدت بالك يا خال؟ كده لو فتشوا هيفتشوا الكراتين مليانه معسل، اكل عشنا. ومش ممكن يخطر في بالهم ان هم يحلوا ارضيه الصندوق. ولو جت في دماغهم هيحل الارضيه هيلاقي صاج، واستحاله يخطر على باله ان البضاعه في بطن الصاج، وكده نبقى في الامان. ولا يا خال؟ منك نتعلم يا فندينا. ايه، محدش يتعلم ببلاش. اعتمد يا ابني انت اهو. يتوب علينا ربنا. يلا يا مطل، يلا عشان نازل الكراتين. تعال واوعى تحطها. اه نوني.